بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وردني سؤال من أحد الإخوة، وطبعا هذا السؤال يطرحه الملحدون، ولكن الرجل مؤمن ويحب أن يطمئن قلبه، لذلك على ما يبدو أنه شاهد بعض هذه المقاطع التي تسعى لطرح تساؤلات ليس الهدف منها البحث عن الحقيقة، ولكن الهدف هو أن نحدث شكا عند بعض المسلمين، وبخاصة الذين ليس لديهم ثقافة لا قرآنية ولا علمية. هذا السؤال أيها الأحبة يقول، وهو يتكرر كثيرا طبعا: الله عز وجل خلق السماوات والأرض، ومن المنطقي أن يكون حجم الأرض متناسبا مع حجم السماوات، أو تكون السماوات أكبر من الأرض بقليل مثلا. بعض النجوم مع بعض السدم الكونية مع بعض يعني الكواكب ويكفي. طبعا هذا الذي طرح هذه الشبهة الحقيقة يريد أن يخترع نظاما للخلق، وهذا النظام فاشل طبعا أيها الأحبة. حتى نصل إلى خلق الإنسان بطريقة مبرمجة وتناسب القوانين الكونية، لابد أن يبدأ خلق الكون قبل 13.7 أو 8 مليار عام. لابد أن تتشكل لدينا مليارات المجرات وتريليونات النجوم وتريليونات الكواكب أيضا. وعندما نجد أن الأرض خلقت قبل مثلا 4.6 مليار سنة كما يؤكد كثير من العلماء، فإن هذه الأرض بقيت مليارات السنين حتى أصبحت مهيئة لاحتضان هذا الإنسان. يعني هذا أيها الأحبة تكريم، تكريم للإنسان. لماذا تريدون أن تضيقوا رحمة الله بكم؟ أيها الإنسان، أنت شيء غالي عند الله، أنت شيء كبير. خلق كل هذا الكون ووضع فيه كل هذه الآيات وكل هذا الإبداع والإعجاز ليدلك على أن الله هو خالق كل شيء، لم يطلب منك سوى الإيمان به، أن تشكره، أن تعبده، أن تعترف بوجوده. على الرغم من ذلك نجد من يلحد ويكفر ويجرم في حق الناس وينسى هذا الإله العظيم وينسى نعم الله. لذلك الله تبارك وتعالى يقول في آية عظيمة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان ظلوم وكفار أيضا، يظلم نفسه ويكفر نعمة الله عز وجل ويجحد هذه النعمة. أيها الأحبة، أولا القرآن لا يقول لنا إن المخلوق الوحيد في هذا الكون هو الإنسان. من قال لكم إن كل هذا الكون فقط خلق من أجل الإنسان فقط؟ قبل الإنسان هناك الجن، وهم عالم كبير ربما عددهم بالمليارات وربما أكثر من عدد البشر. هناك عالم الملائكة ربما عددهم بالتريليونات لا نعلم. هناك مليارات الكواكب ربما تكون مأهولة، فيها دواب، فيها ناس، فيها غير البشر. وما يعلم جنود ربك إلا هو. من قال لكم إن كل هذا الكون فقط من أجل إنسان؟ يعني لا، المخلوقات التي خلقها الله بالمليارات، أنت واحد منها أيها الإنسان. لذلك أيها الأحبة نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن معجزاته في خلق الكون يقول تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يعني الله عز وجل بث المخلوقات والدواب في أرجاء هذا الكون. قال لك: وما بث. ما معنى كلمة بث؟
البث هو أن تنشر شيئا بكثرة، بغذاء، بغزارة. يعني مثال على ذلك، أنت إذا كان لديك مثلا كمية كبيرة من الغبار لتلقيح الغيوم، تحدثنا ذات مرة عن أهمية ذرات الرمل والغبار والملح وبعض المواد الكيميائية لتلقيح الغيوم، فعندما تبث هذه الجزيئات الغبارية والترابية والملحية كذا، تبثها بأعداد بالمليارات. بث، كلمة بث تعني بغزارة، يعني نشر بغزارة. وما بث فيهما من دابة، فعدد المخلوقات على الأرض بالتريليونات. عدد النمل كم؟ أكثر بكثير من عدد البشر. عدد النمل، عدد النحل أكثر. خذوا أي حشرة عددها على الكوكب أكثر بكثير من أعداد البشر، بكثير أيها الأحبة. طب هذه الدواب بثها الله أين؟ قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، أي في السماوات بين الكواكب بين المجرات، وفي الأرض، وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذن أيها الأحبة، هذا الكون ينبغي علينا، أنا كإنسان عاقل، لا أتحدث كإنسان مؤمن ولا أتحدث كإنسان يعني يريد أن يؤمن إيمان أعمى، لا، أنا أتحدث معكم كإنسان يستخدم عقله، يفكر بشكل منطقي. أنا عندما أرى كل هذا الإبداع في الكون، عندما أرى مليارات المجرات، عندما أرى هذه الدقة المتناهية في الطبيعة، في خلق الكواكب، في خلق السدم الكونية، يعني هذه الدقة، أنا لدي هنا صورة أيها الأحبة، أحببت فقط أن نتأملها معا. هذه الصورة، انظروا معي أحبتي في الله، لسديم كوني. سديم، طبعا هذا السديم الكوني سأكبر قليلا، انظروا هنا يوجد عدد كبير من النجوم، هنا هذا نجم بطيء جدا لامع، هذه النجوم، هذا هنا دخان كوني، وهناك نجوم في طور التشكل، تتشكل داخل هذا السديم الكوني المليء بذرات الغبار والدخان، ذرات دخان حقيقية. هنا تنشأ النجوم من هذا المكان أيها الأحبة، انظروا النجوم تنشأ من هنا. فمثل هذا المشهد الذي يمتد لآلاف السنوات الضوئية، يمتد كثيرا هذا المشهد أيها الأحبة. طيب، أنا يدعوني أو ينبغي أن يدعوني هذا المشهد أن أزداد خشوعا للخالق، أزداد إيمانا بهذا الخالق. لذلك لاحظوا أحبتي في الله، معظم الأسئلة التي تجدونها على الإنترنت للتشكيك بوجود الله لم تصدر من علماء. يعني خذوا مثلا أينشتاين أو العباقرة عبر التاريخ، لا نجد منهم من يشكك بوجود خالق، لأنهم علموا أن إنكار وجود خالق هو أمر عبثي لا يستقيم مع هذه الدقة المذهلة في الكون. لذلك نجد أن العلماء لديهم هذا الخشوع والخوف من الله عز وجل، على الرغم من أنهم أحيانا يكونوا غير مؤمنين إيمانا كاملا، ولكن لديهم خشية أمام هذه القوة الكونية. منهم من يسميها قوة كونية، قوة طبيعية، قوة هائلة، ولكن نحن نقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لذلك أيها الأحبة، يعني وجود عدد كبير من المجرات، من الكواكب، من السدم الكونية، من هذه الشموس، لها هدف، أن هناك كائنات كثيرة جدا لا نعلمها، الله يعلمها، هناك مليارات من الملائكة والجن، وربما عوالم أخرى الله أعلم بها، وأنت أيها الإنسان عبارة عن مخلوق، ولكن على الرغم من ذلك هذا الكون مسخر لك كما أنه مسخر لغيرك. فالشمس مسخرة لك، الأرض مسخرة لك، السماوات سخرها الله لك،
لتكتشف وترى عظمة الخالق. لذلك أيها الأحبة، ينبغي أن تكون هذه الآيات الكونية وسيلة لنا لنزداد خشوعا، وأن نكون من العلماء الذين قال الله في حقهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.